السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكون سنة سعيدة عليكم وبداية خير عليكم كلكم. يا رب. معاكم دكتورة هيام حلمي. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اول سيكشن، وهو السيفتي ميجرمنت والستاندرد سوليوشن اند بلود تيستس. سيمبلي كده، احنا طالما داخلين مع زمايلي لازم اتعامل فيها بكل حرص. اول حاجة هنتكلم عنها ان شاء الله هي السيفتي ميثودز. دلوقتي انا دخلت معمل هشتغل فيه، ايه الحاجات اللي اخد بالي منها عشان اطلع يعني من باقل خطر عليا وعلى اصحابي؟ مهم جدا اني سيفتي بيجان وذ انديفيدوال بيرسونال ريسبونسبيلتي، كل واحد يبقى يخلي باله على نفسه. سيمبلي students have obligation to protect themselves and others from hazards result from their acts or omissions in lab. كل واحد يخلي باله، لان بمنتهى البساطة اي حاجة مش مظبوطة هتضرك وهتضر زميلك. Only students of group are permitted to be in lab. مش اي حد يدخل اللاب، انا بس عندي مجموعة من التلاميذ عندي هما يدخلوا اللاب. Visitors or interviewers should be asked to leave. ما ينفعش اي حد تاني يدخل معايا المعمل. زي ما احنا عارفين ان smoking, eating, drinking are not permitted in the lab. ما فيش حاجة طبعا من اكل او تدخين او شرب او اي حاجة زي كده تكون مسموحة في المعمل. مهم جدا اني انا خلاص outdoor clothing هسيبها، الباجز بتاعتي شنطتي هحطها على جنب، هخلي بالي اني مبقاش حاطه حاجه في الطريق. بمنتهى البساطه انا حاطه شنطتي في الطريق، زميلتي او زميلي اتكعبل فيها، خبط في حاجه دلقها، انا بتعامل مع اسيدز وبتعامل مع حاجات خطره، فيعني لازم اخلي بالي كويس. مهم جدا اني احيانا ممكن هتبقى لابس الكوتس بتاعك، منتهى البساطه هتشيله وانت طالع من المعمل. طبعا لو في انا بتعامل مع ماده ريسكي على الاي، بلبس جوجلز، بلبس جلوفز في ايديا، مهمة جدا. معلش ما ينفعش ان انت تعمل حاجة لوحدك من غير سوبرفايزر، احنا موجودين، اسأل معاك الدكتور هو هيعلمك ويقولك تعمل ايه. مهم جدا اني الحاجات اللي هي انا عندي محطوطة، كلاس وير، بلاستيك وير، الحاجات دي كلها انا حط عليها ليبلز ومعلمها بماركر وكاتب عليها ان دي الحاجة الفلانية عشان ما يحصلش confusion. مهم جدا، طب ايه هو الحاجات الهازردز تو ذا هيلث؟ انا خايفة من ايه؟ انا بتعامل في ايه؟ Where a potential hazard exists in a particle practical, this will be discussed in talk. يعني انا خلاص انا وانا بشرح هقولك اني خلي بالك واحنا بنعمل التجربة دي، التجربة دي ممكن تكون خطر عليك، خلي بالك ما تعملهاش لوحدك، خلي بالك انا هبقى موجودة معاك، فانا هقولك على الحاجة دي. معلش ما تتعاملش مع حاجة انت مش عارفها، يعني students must not use unfamiliar equipment. انت حاجة انت مش عارفها معلش ما تتعاملش معاها. mouse pipetting مهمة جدا الحتة دي، اني ممنوعة منعا كاملا، اني خلاص ماوس بيبيتنج ما ينفعش اشفط. بمنتهى البساطه انا شفطت شويه اسيد خلاص الموضوع خلص، ما ينفعش. تمام. طبعا انا عارفه ان الهازرز ماتيريال ار ديبوزيتد محطوطه في كاب وكيبورد وخلاص. مهم جدا اني انا ما ينفعش استعمل توكسيك سبستانس من غير ما اخد بريكوشنز معينه. تمام، مهم جدا. تمام، لو لا قدر الله احنا بنتعامل بانابيب، بروكن جلاس وور وقعت مني، أنبوبة اتكسرت مني، هحطها في سبيشال بان موجودة جوه المعمل. تمام، مهمة جدا اني في كل كونتينر انا حاطة بيبيت معينة، ما ينفعش ما استعمل البيبيت الموجودة في الليبلد كونتينر بتاعها. يعني ما ينفعش تاخدي بيبيت من هنا تحطيها في هنا تحطيها في هنا، ما ينفعش. منتهى البساطة، طب خلاص انا اشتغلت بقى عندي شوية ويست، هعمل ايه؟ مهم جدا بعد ما اخلص البنش بتاعي ما يبقاش عليه اي حاجه، مهمه جدا. ليه؟ عشان احمي زميلي اللي جاي بعدي من اي اكسيدنت، من اي سبلش، حاجه تدلي عليه. تمام، مهمه جدا. طبعا الايكيبمنتس لازم احافظ عليها وتبقى نظيفه بعد ما اخلص. طب ايه لا قدر الله الاكسيدنتس اللي ممكن انا اتعرض لها وانا شغال؟
all accident and spillages. Spillage يعني منتهى البساطة حاجة تدل علي including any personal injury and damage. على طول لا قدر الله لو حصل أي مشكلة على طول تقول للأكبر منك معاك دكتور قول له يا دكتور حصل كذا 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 وخلاص. خلي بالك لا قدر الله أنا بتعامل مع concentrated acid واحد مثلا حتى على الجلد هعمل ايه؟ منتهى البساطة كده هعمل خطوتين هدخلها splash surface thoroughly with water نزلها تحت المية على طول لغاية ما مفيش تبقى أي chemicals موجودة على الجلد تمام. أحيانا لو في شوية لو contaminated skin هغسله بصوب وأشيل لو في contaminated clothing طبعا مهم جدا إن أنا أحافظ عليها إني ما تعمليش contaminating أنا نفسي تمام. نفس الفكرة لو قدر الله برضو حاجة دخلت في عيني هعمل إيه؟ eye protection should be worn for any work تمام؟ فاعمل ايه؟ على طول برضو بعمل flooding the eye thoroughly but gently with water بالراحة كده هغسل بشوية مية ولو لا قدر الله في اي chemical injury بقى طبعا سوت medical advice. طب لا قدر الله حصل burns او scald اللي هو سلخ مثلا بعمل ايه؟ اني منتهى البساطة بعملها emerging in cold water بحطها في شوية مية ساقعين والموضوع هينتهي. طبعا برضو خلي بالك لو الموضوع ما خفش او لسه بيزيد او في اعراض زادت عليا على طول طبعا صوت ميديكال ادفايس. سبلاش ماست بي كليرد ايميديتلي اند ذا اريا دي كونتامينيتد حاجه اتدلقت مني منتهى البساطه اطلب من اقول للدكتور اللي موجود معايا وبعد اذنك العامل اللي موجود معايا يمسحها وينظف المكان مهمه جدا. المعمل المعمل ده انا ممكن اتعرض فيه لاي نوع هازرد صح بدايه من انيمال هازردز احنا عندنا في البايو الانيمال هازردز مش قوي مثلا زي الفسيولوجي مثلا لا احنا مثلا ممكن تتعرض لشارب انسترومنت الالات حاده ممكن تتعرض لهيت ودي طبعا انا بتعامل مع حراره ممكن تتعرض مع جلاس وير هازرد انبوبه او كونتينر ممكن تتعرض لفاير هازرد تمام ممكن تعرض لوشك اي فيس هازارد لا قدر الله الالكتريكال هازارد الكيميكال هازارد وده الاساس الحاجات اللي احنا بنشتغلها احنا بنشتغل مع اسيدز ممكن تتعرض لايه تاني ممكن تتعرض لراديشن هازارد او راديو اكتيف اللي هي المواد المشعه والحاجات دي او اكسبولز في حاجات طيب مهم جدا اني انا في معمل فشايفه فيه كلنا عارفين الليبلز دي ان العلامات دي علامات سيفتي ساين يعني منتهى البساطه زي خد بالك خد بالك لما اشوف دي انا عارفه ان دي اكسبلود حاجه هتنفجر لا انا شايفه هنا عامل لي علامه نو ماوس بيبيتنج يعني ما تشفطش بقك بالبيبيتا لاب كود تلبس اللاب تلبس في جوه اللاب تلبس الكود بتاعك طبعا خلي بالك ان الماده دي مثلا شايفه الصوره دي ماده اوكسيدايزنج يعني فيها تاكسد هايلي انفلاموبل يعني فيها اشتعال هارمفول او ايريتانت يعني مثيره او مضره طبعا لو حصل لا قدر الله الكتريكال فاير ما فيش حاجه اسمها تحط عليها ميه تبقى عارف ان مثلا كيميكال بيرن تبقى عارف اني بروهيبيتد ان ما فيش حاجه اسمها درينكينج او ايتينج في جوه معمل ما فيش حاجه اسمها سموكينج ما فيش حاجه اسمها نيجد فليمز برهب يعني ما اسيبش يعني فليم او حاجه مشتعله اسيبها كده الكروزف اللي هي الاسيدز والحاجات دياتي طيب ده سيمبلي كده شويه بريكوشنز ان انا داخله معمل اخلي بالي واطلع باقل خسائر سواء للمعمل او ليا او لزميلي اللي جنبي اني اطلع اتعلمت صح خليت بالي من كل حاجة مشيت وسمعت التجربة مثلا المعينة خطوة واحد اتنين تلاتة ما تعملش مع حاجات معينة الدكتور موجود اسأله اكلمه اقوله اقف معايا ما تعملش مع نفسي. هنتكلم عن حاجة مهمة تانية وهي اسمها centrifugation. يعني ايه centrifugation؟ يعني منتهى ببساطة التدوير. يعني ايه تدوير؟ كل الفكرة ايه هو centrifuge؟ centrifuge ده جهاز منتهى البساطة كده بالعربي بحط فيه أنبوبة الدم عشان أفصلها لبلازما وسيرم وهنعرف يعني إيه بلازما وسيرم. هو السنترفيوج ده is a device for separating particle from solution. إحنا سيمبلي عندي محلول عايزة أفصل منه شوية particles يعني
according to ايه، هيتفصلوا على حسب ايه، على حسب حجمهم وشكلهم والدينستي بتاعتهم والفيزيكستي بتاعتهم and so on. فالسنترفيوج is used to separate particles or macromolecules زي ايه، زي الـ مثلا cells, subcellular components, proteins, nucleic acids and so on. طيب على اي اساس انا هعمل separation؟ على حسب size. طيب سيمبلي كده، احنا عندنا في البايو في نوعين من السوليوشن، حاجه اسمها المولر سوليوشن وحاجه اسمها النورمال سوليوشن. المولر سوليوشن ده طيب يعني ايه مولر سوليوشن ويعني ايه نورمال سوليوشن؟ مهم جدا اعرف يعني ايه ازاي احضرهم، وده مهم جدا. اول حاجه المولر سوليوشن، يعني ايه مولر سوليوشن يعني ايه احضره؟ مولر سوليوشن من اسمه مولر سوليوشن، يعني بمنتهى البساطه سوليوشن فيها واحد مول من السوليوت ده، بمنتهى البساطه واحد مول من الملح دوبته في لتر ميه. تمام. طيب المول ده هحسبه ازاي؟ زي ما احنا قلنا بمنتهى البساطه هنشوف ما يعادل الجرامات من الماده دي، هجيب الاتوميك ويت بتاعها وهشوف هدوبها في لتر ميه. بمنتهى البساطه ده المولر سوليوشن. يعني ايه؟ يعني مثلا قال لك احسب لي المولر سوليوشن بتاع الصوديوم كلورايد. الصوديوم كلورايد يبقى انا عايزه اشوف ايه؟ عايزه اشوف واحد مول من الصوديوم كلورايد هدوبه في ايه؟ في لتر ميه. هل انا اجيب الاتوميك ويت بتاع الصوديوم كلورايد واروح ادوبه في لتر تاني؟ لا، بمنتهى البساطه انا هحط صوديوم كلورايد وافضل ازود عليها ميه لغايه ما اوصل للتر. يعني ايه؟ يعني اللتر ده يبقى بما فيه الملح. يعني ايه؟ يعني انا حطيت مثلا حسبت الاتوميك ويت بتاع الصوديوم كلورايد وحطيته، هفضل ادوب في ميه لغايه ما اوصل للتر، مش هحط عليهم لتر ميه. يعني بمنتهى البساطه على اساس ايه؟ بيعتبروا ان الملح ده الملح ده واخد حجم من الـ من الـ من السوليوشن بتاعي. تمام. ده المولر سوليوشن بمنتهى البساطه. وده يعني مثلا قال لك احسب لي المولكولار ويت بتاع الصوديوم كلورايد، هجيب ايه؟ هجيب الاتوميك ويت بتاعه، هحسب صوديوم 23، نرجع للكيمياء، كلورايد 35.5، يبقى الاتوميك ويت او المولكولار ويت بتاعهم كام؟ 58.5. بس كده هي كل الفكره، هاخد ال 58.5 جرام من الصوديوم كلورايد وادوبهم، افضل ازود عليهم ميه لغايه ما يبقى كلهم لتر من الملح. ده بمنتهى البساطه المولر سوليوشن، وده سهل. طب انا ايه النورمال سوليوشن ده؟ سيمبلي احنا هناك كنا بنقول مولر يعني واحد مول من السوليوت ده في لتر من الملح من الميه. هنا لا، انا بحسبه في ايه؟ هو الثابت عندي ان هو لتر من السوليوشن، بس بدل ما واحد مول لا، ده واحد جرام ايكويفالنت ويت. ايه هو الجرام ايكويفالنت ويت ده؟ بمنتهى البساطه انا عندي انا حسبت احنا عرفنا الايكويفالنت ويت سهله، يعني مثلا صوديوم كلورايد حسبتها طلعوا 58.5. بس هنا قال لك لا، تحسب الايكويفالنت ويت هجيب انا عايزه ايه؟ احنا قلنا ان النورمال سوليوشن انا عايزه 1 مللي ايكويفالنت ويت في 1 لتر سوليوشن. طب هحسب الايكويفالنت ويت ازاي؟ مولكيولار ويت على ايه؟ يبقى هي كل الفكره ان انا عايز احسب الايكويفالنت ويت. هحسب الايكويفالنت ويت ازاي؟ بمنتهى البساطه انا هحسبه بان انا جبت المولكيولار ويت بتاع الماده دي وهقسمه على حاجه اسمها الفالنس. تمام. يعني ايه الايكويفالنت ويت ده؟ انت بعد ما جبته، مش احنا قلنا ان انا هجيب المولكيولار ويت، واحنا عرفنا هو بالعربي كده عايز يحسب المول بتاع الماده في الجرامات. يعني زي ما احنا قلنا صوديوم كلورايد مثلا حسبت المولكيولار ويت بتاعها، هقسمه هنا. الجديد بقى في ايه؟ هنا كنت بحسب مولكيولار ويت وادوبهم في لتر، خلاص ده كده انا عملت ايه؟ عملت المولر. لا، هنا هقسمه على حاجه اسمها الفالنس. الفالنس اللي هو التكافؤ. يعني ايه التكافؤ؟ بمنتهى البساطه هي عدد ذرات الهيدروجين اللي موجوده في السوليوشن ده، او اللي هتحل محل السوليوشن ده وتخليه نيوترال يعني متعادل. تمام. يعني سيمبل الصوديوم كلورايد ده ما فيهوش هيدروجين، يعني عدد الذرات او الفالنس بتاعتي اللي هتخلي المحلول بتاعي نيوترال واحد. يبقى انا لما هاجي ايه؟
بعد ما حسبت الـ equivalent weight هو ما هي إلا تعويض في معادلة. عايزة أحسب الـ normality هعملها إيه؟ هجيب الـ weight اللي هو الحجم، والحجم ده هو بيبقى من الدهوني. أنا عايز أحسب الـ normality بتاعة weight كذا، يبقى هو مديني الـ weight. وأنا حسبت الـ equivalent weight، قلنا حسبنا الـ equivalent weight إزاي؟ قسمنا الـ molecular weight على الـ valence، ومع مراعاة ان هي ملي ايكويفالنت، يعني انت بعد ما تحسبيها تقسميها على 1000، هضربها في الفوليوم اللي هو برضو من الدهوني، هو عايز يدوبهم في نص لتر، هو عايز يدوبهم في لتر، هو عايز يدوبهم في 2 لتر. يبقى بمنتهى البساطة كده ذا ايكويفالنت ويت احنا قلنا ان ايه، عرفنا هنحسبه ازاي. طب ناخد مثال، يعني مثلا بيقول لك احسبي النورماليتي بتاع الصوديوم كلورايد سوليوشن، انا عايزه ادوبه في 2.9 من 10 جرام، ده الويت بتاعي في كام؟ فهدوبه في 500 ملي من الميه. تمام، يبقى سيمبلي هعمل ايه اول حاجه هفكر فيها؟ يبقى هحسب المولكولار ويت بتاع الصوديوم كلورايد ده 58.4. تمام، مع مراعاه احنا قلنا ان احنا لما بنعمل ايه، بنقسم المولكيولار ويت بتاعي على الفالنسي اللي هو التكافؤ، اللي هو كام؟ اللي هو 1، يبقى هيطلع لي 58.4، مع مراعاه ان المعادله بتاعتي ملي ايكويفالنت، يبقى هقسمه على 1000 هيطلع لي 58%. اجي اعوض المعادله، ما هي الا تعويض، سهله جدا. عندي ويت هو مديني حجم 2.9 جرام، هنزل تحت اعوض ملي ايكويفالنت اللي هو كام، طلع معايا 58%. عايزه ادوبه في 500 مللي نص هضربه في 500 هيطلع لي كذا. احيانا ممكن يعكسها لك ويقول لك احسبي لي الحجم الويت بتاع الصوديوم كلورايد اللي النورماليتي مثلا بتاعته 9%، وطبعا المولكولار ويت والملي ايكوفالنت انا عارف احسبه ومدوبه في نص لتر، احسبي لي بقى عدد الجرامات اللي موجوده في السوليوشن دي. يبقى هي ما هي الا ايه، تعويض معلوم ومجهول. يعني مش شرط يقول لك في المعادله احسبي لي النورماليتي، لا، ممكن احيانا يقول لك احسبي لي الويت. يبقى دول شويه سيمبلز كده مهمين اني لازم ابقى عارفاهم، يعني نبقى عارفين يعني ايه ترى ده 10 اس 12، يعني ايه جيجا 10 اس 9، يعني ايه ميجا 10 اس 6، الكيلو زي ما احنا عارفين 1000، الهكتو ده 10 أس 2 يعني 100، الديكا ده 10 بس، المتر طبعا 1، نبقى عارفين ان الدي سي ده 1/10، السنتي 1/100، الملي 1/1000، وهكذا، المايكرو 1/10 أس 6، النانو 1/10 أس 9، البيكو 1/10 أس 12، الفيمتو 1/10 أس 15. يعني مهمة جدا على أساس اني أحيانا أنا بدل ما أقولك سنتي اقول لك ملي، اقول لك مايكرو، اقول لك نانو، يبقى ابقى عارف ايه هعوض ايه قصاد ايه واحسبها ازاي. تمام، هي البلوت سامبلنج، يعني ازاي اخد عينه دم من مريض، من متبرع، من اي حد. جنرال ستيبس اوف بلوت سامبل كولكشن، ازاي اجمع عينه. اول حاجه هخلي العيان يبقى ميكس بيشنت ستيت كومفورتابلي، هخليه يبقى قاعد مرتاح. طبعا مهم جدا اني اعقم المكان اللي هسحب منه العينه بالكحول او ايدين. احيانا لو العيان الرجيك ليهم ممكن كلوروكسيدين، مش هيفرق معايا. اخلي العيان يبقى قاعد مرتاح. تمام، هخلي العيان اقول له كلوز هير فيست، يعني ضم على الايد الجامد عشان تبقى الفينز بتاعتي او الاورده بتاعتي برومينانت واضحه. هحط تورنيكيه، كل ده الفكره او بتساعد ان انا بعمل ايه، ببين الفين اللي هدخل فيه، بعمل انسيرت النيدل كويكلي. تمام، طبعا بزاويه مهمه جدا 15 لـ20 درجه وزن ذا سكان. وبعمل ايه، اول ما هبدا اسحب افك التورنيكيه. تمام، وخلاص على كده. بعد ما خلاص خلصت بمنتهى البساطه، هولد اجوز باد اوفر ذا فايت، حطي له قطنه واضغطي عليها جامد وخلاص على كده. خدت العينة، حطي عليه ليبل، حطي عليها اسمه، ومهمة جدا بيعتمد على ان الانبوبة دي حاطة فيها مادة
فيها انتي كواجلانت ولا لا. يعني ايه انتي كواجلانت؟ يعني مانع للتجلط. يعني ايه؟ يعني انا سحبت عينه الدم، عينه الدم دي لو انا سحبتها على انبوبه عاديه هيتجلط الدم، تمام؟ طيب لا، انا بحط انتي كواجلانت معين في الانبوبه بحيث امنعه يتجلط، عشان انا عايزه اخد منه حاجه معينه. انا مش عايزاه مثلا يبقى سيروم، عايزاه يبقى بلازما، لان البلازما دي ليها استعمالات والسيروم ليها استعمالات. فايه المواد اللي انا بستعملها؟ مهم جدا ان انا لما باخد سامبل بالنسبه لي في البايوكيمستري انا بستعمل السيروم. السيروم انا باخدها في انبوبه ما عليهاش اي ماده انتي كواجلانت، بخلي الدم يبقى كواجيليتد يعني متجلط، تمام. لكن بالنسبه للبلازما، البلازما دي انا بحتاجها في حاجات تاني، تمام. ودياتي كل الفكره اني بتبقى انبوبه فيها ماده معينه، ماده معينه تمنع التجلط، اللي هي ايه؟ اشهر حاجه يقول لك ايديتا تيوب، اللي هي الانبوبه الموف دياتي اللي كلنا بنشوفها في كل الاماكن دي. انبوبه فيها ماده مانعه للتجلط اسمها الايديتا، فيها انواع تاني زي الهيبرين او صوديوم سيترات او البوتاسيوم اوكساليت او الفلورايد، ودي مخصصة معينة للعينات اللي انا عايز اعمل فيها جلوكوز ديترمينيشن، بس مش هيفرق معايا او يفرق معايا اهم حاجة او اكتر واحدة بتستعملها هي الايديتا. طب يعني ايه بلازما ويعني ايه سيروم وايه الفرق بينهم، وامتى استعمل ده وامتى استعمل ده، وامتى عندي انبوبة اقول دي هيطلع منها بلازما ودي هيطلع منها سيروم؟ البلازما هي البيل يلو كالورد ليكويد بورشن بلود in which the blood cells is suspended، يعني بمنتهى البساطة الجزء الأصفر السائل من الدم اللي كرات الدم فيه are suspended معلقة فيه، وده بيمثل كم من البلود فوليوم بتاعي؟ 55%. وده عبارة عن ايه؟ 90% منه مية، ولكن مهم جدا ان ابقى عارفة ان هو فيه بروتينز، فيه جلوكوز، فيه كلوتينج فاكتور، فيه مينرالز، فيه هرمونز and اكس. لكن بالنسبة للسيروم، السيروم هو liquid part of the blood that obtained when the blood is allowed to clot spontaneously in the tube. يعني ايه؟ الجزء السائل اللي هيتبقى عندي في انبوبة، انبوبة انا مش حاطط عليها مادة انتيكو اجلة. يعني ايه؟ يعني انا عايز الدم يتجلط، وبعد ما يتجلط افصله واخد الجزء السائل ده اسمه سيروم، وده غالبا اللي بنستعمله في كل المعامل بتاعتنا، وده برضو بيمثل 55 من البلد فوليوم، والكومبوزيشن بتاعه از بلازما هو هو بس، ولا فيه فايبرينشن ولا فيه كولوتين. مهم جدا جدا الجدول ده، ايه الفرق بين البلازما وايه الفرق بين السيروم؟ البلازما هو الليكويد بارت اوف ذا بلود سيبريتد فروم سيل فروم انتي كواجليتد بلود. يعني ايه؟ يعني انا عندي انبوبه حاطه فيها انتي كواجليشن، انتي كواجلانت زي الايديتا زي الهيبرين زي الحاجات دي كلها زي الفلورايد والكلام ده، ولا مش حاطه؟ لو حاطه هما الاثنين انا عندي انبوبتين، انبوبه حاطه فيها انتي كواجلانت ودورتها يبقى انا عملت بلازما، انبوبه مش حاطه فيها انتي كواجلانت وسبت الدم لغايه ما بقى كلوتت وفصلتها يبقى هو ده السيروم. مهم جدا نعرف ان البلازما فيها كلوتينج فاكتور وفيها فايبروجين، ودول مش موجودين في السيروم، يبقى هما غالبا الكومبوزيشن بتاعهم شبه بعض. بس اللي نقدر نقوله بمنتهى البساطة ان السيروم هو هو بلازما متشال منه كلوتينج فاكتور اند فايبروجين. احيانا نقول ان البلازما فيها بروتين اكتر، والبلازما فيها كالسيوم اعلى، اللي بيميز السيروم غالبا كده البلازما فيها كل حاجة، يعني فيها بروتين اعلى، فيها كالسيوم اعلى، فيها فايبروجين، فيها كلوتينج فاكتور، لكن السيروم بيميز بحاجة واحدة بس، هي الجلوكوز والبوتاسيوم بيبقوا اعلى. يبقى عرفنا انا عندي انبوبة لونها موف وأنبوبة صفرة، أنبوبة اسمها إيديتا اللي هي حط عليها مادة أنتيكو أجلونت يعني مناعة التجلط، يبقى أنا إيه؟ عندي دم سايب حطيته في سنترفيو دورته خلاص بقى عندي حتة كده ليكويد بارت، يبقى هو ده البلازما اللي هو فيه بروتين أكتر وفيه كالسيوم أكتر وفيه فايبرينجن وفيه كلوتينج فاكتور. لا، ده أنا عندي أنبوبة صفرة وسبت الدم يتجلط فيها ودورتها اتكون عندي ليكويد بارت وجزء سائل اصفر كده، هو الجزء ده هو ده السيره، وده فيه بروتين اقل وفيه كالسيوم اقل وما فيهوش كلوتينج فاكتور ولا فيه فايبرينجن، زي ما قلنا ان بيتميز بايه؟ بان فيه جلوكوز. طيب مهم جدا وانا بسحب او وانا بعمل السيروم ده او بحضره اخلي بالي من ايه؟ اخلي بالي مني ان انا سبت الدم وما فصلتوش في السنترفيوج 60 دقيقة. لا طبعا، انت خلاص كده
انت ابتدى يحصل عندك تغيرات في الدم ده اللي انت راكنه. احيانا بمنتهى البساطه تسحب العينه الممرضه وتركنها جنبها بالساعه وبالساعتين، لا انت كده غيرت في الدم ده. احيانا بوتاسيوم يعلى، صوديوم يقل، بتعمل تغير في طبيعه الدم ده. فانت اول ما بتسحب العينه ضروري تبعتها على طول للمعمل. فيلير تو الاو كلوت سبيسمين تو كلوت بيفور سنترفيوجن سنترفيجيشن، يعني سبت العينه ما تتجلطش ورحت على طول فصلتها، ده هيأثر عليها. حاجه اسمها الهيموليسيس. يعني ايه هيموليسيس؟ هيموليسيس يعني تكسير في كروت الدم الحمراء. دلوقتي انا بقول انا عندي شويه دم دايبين في شويه سائل، بلفهم في جهاز عشان يفصل السائل عن الدم. لو عندي تكسير في الدم يعني كروت الدم الحمراء بتاعتي بتتكسر. يعني ايه؟ يعني الهيموجلوبين بيطلعوا في الليكويد بارت. يعني ايه؟ يبقى كده ما بقاش سيروم، ده هيأثر على الكومبوننت بتاعتي. لايبيميا يعني ايه لايبيميا؟ لايبيميا this may be due to bacterial contamination أو high level ambition. يعني ايه لايبيميا؟ بمنتهى البساطة يعني الليبيد عالي عند الشخص ده فبيتأثر بالسيروم. أمال البلازما ايه اللي ممكن يحصل فيها؟ قال لك اني correct additive، المادة اللي انت حطاها مش مظبوطة، مش حاطة كمية additive اللي هو كأنتي كوأجلانت كويس في الأنبوبة دي. اول ما خدت العينه ما عملتهاش ميكس، انت حاطه بتقولي حاطه انتي كواجلانت، يبقى انا لازم اول ما اخد الدم انا عايزه ما يتجلطش، يبقى ارج الانبوبه كويس جنتي. تمام. برضو قلنا برضو ان الهيموليسيس هيأثر، يبقى هيأثر على السيروم وهيأثر على البلازما. تمام. لازم اعمل سيباريشن للبلازما فروم سيل وزن نص ساعه من الكونكشن، يعني ده اقصى وقت لازم افصل فيه. ده كده سيمبلي اتكلمنا عن اول سيكشن، ان انا ازاي اتعامل في معمل، ازاي احافظ على نفسي واحافظ على زميلي واحافظ ان انا اخرج من السكشن بتاعي باقصى فايده، واني ما بقاش ضريت نفسي ولا ضريت زميلي ولا ضريت اي حد. اتكلمنا برضو عن انا عندي في البايوكيمستري سوليوشنز مولر ونورمال، وازاي احضرهم وازاي من معادله اعرف اوصل لده ازاي وده ازاي. واتكلمنا سيمبلي كده عن ازاي اخد عينه دم وازاي افصلها لبلاد للسيروم وازاي افصلها للبلازما، وسيمبلي عرفت ايه الاخطاء اللي ممكن اقع فيها وانا بعمل اسحب العينه دي، وازاي اخد العينه دي صح وازاي اوصل ادق واحسن نتيجه. يا رب اكون فدتكم. ان شاء الله ان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم، ربنا يكرمكم ان شاء الله ويوفقكم وتبقى بدايه كل خير باذن الله. انا معاكم لو في اي حاجه محتاجينها. شكرا خالص والسلام عليكم.